ماجدة قالت لك كده؟ ايوه، أنا مش فاهم هي مالها. ما هو ده السؤال اللي انا كنت جاي اساله لك. هو انت في حاجه بينك وبينها؟ ولا أي حاجة، كل اللي بيني وبينها زمالة وشغل مش أكتر من كده. بس طريقة نظراتها ليا وطريقة كلامها معايا ما بتقولش كده خالص. انت معشمها بحاجة يا سعيد؟ ولا معشمها بأي حاجة، هي متعشمة مع نفسها، وأنا مش هشيل ذنبها بصراحة. وانا كمان ما بحبش اضايق حد ولا اجرحه في مشاعره، عشان كده انا قلت لبشير انه بكره بالكتير ان شاء الله هيكون ماشي من هنا. ليه عملتي كده؟ هو اشتكالك مني؟ لا خالص، الفكره بس ان انا بقيت اجي هنا كتير بسببه، وزي ما قلت لك انا مش عايزه اعمل مشاكل لحد، لان انا مش ناقصه مشاكل. ومتشكره قوي بجد على اللي انت عملته معايا ومعانا كمان. أنا اتأخرت ولازم أمشي، عندي استقبال. ابعتي لي دكتورة ماجدة. وده بيحصل هناك؟ طبعاً ده إيه ده إيه ده؟ ما أجيب لكم اتنين ليمون أحسن. أنت إيه اللي جابك هنا؟ في يا شريف ميلو، استني انت ثانيه واحده، رد عليا ما تبرقليش. ايه اللي جابك هنا؟ انتوا رجعتوا بعض امتى يا رولا؟ وانت مالك، احنا رجعنا لبعض امتى؟ ده انت عيل سخيف قوي. رولا انا همشي، سلام. في داهيه، مع السلامه يا سيدي. في يا شريف ميلك؟ فين الواد ده؟ لا تقعدي معاه ولا تتكلمي معاه ولا ليك علاقه بيه تاني. طب لو سمحت يا شريف اهدى وبطل تفرج علينا الناس، لو سمحت اقعد. لا مش هقعد، ولا لو قعدت اتفرج عليك الناس اصلا. معلش اقعد عشان خاطري انا هفهمك. اقعد بقى. انا قلت لك ان انا قاعده معاه قعده شغل. انت ايه اللي مضايقك قوي كده؟ في ايه؟ يعني هو ما حكالكيش؟ حكالي ايه؟ فاكره الولد اللي انا قلت لك انه كان مصاحب ايه؟ ما تقولش انه اياد. هو زفت. طب وحتى لو ده حقيقي، انت ايه اللي مضايقك قوي كده ومعصبك؟ انت مش قلت انك نسيتها؟ انا نسيتها هي، لكن ما نسيتوش هو. وبعدين في الاخر ادخل عليكم انتوا الاثنين قاعدين تتكلموا وترغوا وعاملين هي هي، ايه الجو ده؟ انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انا مش سامع انا بقول ايه، ومش عايز اسمع اصلا انت بتقول ايه كمان. انا قايم اروح. عندك حق، امشي. بس ما تضحكش على نفسك، انت لسه ما نسيتش اي حتى بعد ما ماتت. حاجه يا سعيد طلبتني؟ اولا انا اسمي دكتور سعيد. ثانيا ما تسمحيش لنفسك انك تشيل الالقاب او ترفعي التكليف او تتعدي حدودك. يا سلام، كل ده عشانها؟ انت عيانه يا ماجده، مريضه نفسيه، والمرضى النفسيين ما ينفعش نستأمنهم على حالات نفسية. كنت بحاول أنقذك منها. ماجدة، مش عايز أسمع كلام. من سكات كده لمي حاجتك